جاني مزيان ملي قناه الشوره دي كامل ما لعبناش. جينا هنا اليوم راه داروا التخفيف وجينا لعبنا قناه الشوره دي كامل. كنا موحشين اللعب وكره وباسكت من هنا محلتنا الجمعيه حيت منسقه مع السلطات حلات لنا اللعب وجينا اليوم نلعبوا. ونجيو هنا زوين الحمد لله. دوسة اليمر ديال الحجر في المنزل يعني كيفاش انا دوسة مزيانه دوسة مزيانه في الدار واخا كاين شويه ديال الملل ولكن مزيانه. غير ما كناش كنلعبوا باسكيت وكانوا حابسين هادشي ولكن عموما مزيان وسلام ما كانش فيها. كنقرا ضروري عندي سيزيام سيزيام عندي جهاوي راه كنحفظ. وكيفاش دوزتي يعني الدراسه عن بعد؟ الدراسه عن بعد كنقرا عن بعد حتى انا كنقرا في الصباحي كنقرا عن بعد داكشي مزيان وكنحفظ تقريبا راه حفظت حفظت كلشي راه الحمد لله. باقي ليا دابا شهرين دابا راه كنوجدوا امتحانات جهويه وداك الشيء الاحتياطات واخد راحتي دابا داونا التخفيف راه جايين الحمد لله الحمد لله. وكما كنقول لك عارف دابا حنا اول نهار خرجنا يعني من بعد تبارك الله 3 شهور ديال الحجر وهذا واليوم كيتطلقنا يعني واخا داك الشيء داز بسلام الحمد لله يعني ما كانوش حالات بزاف وهذا الشيء بفضل السلطات وحتى الناس اللي يعني التزموا بالقوانين ديال الحجر والسلامه الصحيه للعائلات وكل شيء والحمد لله. دابا الحمد لله حنا تطلقنا رجعت الاجواء كما كانت على عهد السابق ديالها وكما كنقولوا حنا جينا اليوم عشانين نلعبوا نعاودوا نرجعوا للحياه السابقه. وكنا تنشكروا الاخ سعيد وسميتو على اللي كيسلم كيحافظ على هذا النظافه وكيسهر على سميتو شحال من حاجه يعني هو المسؤول تبارك الله هنايا ديما لا الصباح لا الليل لا ديما هو اللي مسؤول هنايا. بخير اخويا مزيان صراحه اول مره نديرو سبور من بعد مده اخويا تشاركنا في الدار كاين والو ما كاين ما يدير كن دابا بخير رجعت القضيه كما كانت وحسن كاع واخد الاحتياطات ديالك ضروري لا ضروري او دابا السبور ما كاين لا احتياطات لا والو ضروري ما تحكم مع بنادم لا ضروري كانت احتياطات اخويا وي الصراحه ما تدير والو ما كتحرك ما والو لا خدمه لا والو صعيبه شويه صراحه. لا انا مش نقرا مش نخدم هاد الساعه فهاد الوقيته ديال الحجر. لا يعني لا من قبل كنت خدام يعني من وجه الحجر صافي وقفنا ان شاء الله يا ربي الله يحفظك اخويا. ها اول نهار جينا لهنايا مزيان حنايا كنا في الدار ثلاث شهور حنا في الدار مش نديرو ما والو دابا جينا للباسكيت انا والدراري بيكو نافع وديك الدراري صافي جينا لهنا باسكيت حنا اصلا ديما باش نجيو لهاد البلاصه هاد القرب داروا معنا زوين في هاد القرب هاد داروا معنا زوين كلشي نبقى شي المدارس لتحت وكذا دابا صافي دابا ولا وحدانا. كيفاش نسيت الحجر في المنزل؟ الدار كونيكسيون قرايه صافي. شنو عندك هاد العام؟ سيزيام اللي جاو شكرا في الحقيقه الاجواء مزيانه لان بعد الكونفينمون اللي كنا مدوزينو ما كانت لا رياضه لا والو مي دابا الحمد لله تطلقوا التيرانات والناس المسؤولين على التيرانات دايرين خدمتهم والناس لاقين زعما في الحقيقه حتى الدراري هنايا لاقين راحتهم وتنتمناو من هذا الشيء يحافظوا عليه اول حاجه ثانيا نتمنوا من الله هذا الوباء هذا يبعد علينا والناس يخرجوا بحريه وهذا الاحتياط ديالك واخد الاحتياط ديالي جايب الكمامه ديالي وكل شيء مي دابا حيت لا ريسبيراسيون فاش كنكون نجريو داك الشيء تتحاول هذاك الثنائي اكسيد الكربون ما يرجع ليناش مي دابا خص ضروري الانسان يحتاط وياخذ الحيطه والحذر هذا ما كاين. ميرسي بوكو.